لكم اليوم بتكلم لكم عن ماسك لشد البشرة وإزالة التجاعيد. جبنا ملعقة من الكولاجين، ملعقة من بودرة الكولاجين، ونحط عليها ملعقة من ماء الورد، ملعقة من ماء الورد، مقدار ملعقة، أيوة مقدار ملعقة من ماء الورد. بعدين نخلطها لنصير زي الكريم، يصير كريمي. بعدين نحطها على البشرة لمدة نص ساعة إلى ساعة، تشوفون إن البشرة انشدت، التجاعيد انشدت. بعدين بعد نص ساعة أو ساعة خلوها لين تجف. بعدين نغسل الوجه بموية عادية وننشف البشرة وندهنها بكريم سودو موجود بالصيدلية. وأرجو أن هذه الخلطة فادتكم.